تجيني انا من بعد اقعد في طاوله شكون انت في سيني سفر فاسي مش باش تعمل ما تعمل شيء سيني ما تعمل شيء من غيرنا احنا ما تعملوا شيء برا نسيب اعملوا مال هنفر وقتها وحده صفوف نطيحوا التشتيت لا اي قاعد يقول الشعارات توا لا انقلاب لا خوانجيه مش تشتيت هذا هم احرار في كل الشعارات اما توحيد الصفوف توحيد الصفوف هو تتطلب الديمقراطيه هذا اعطينا نتفق على الحريه وعلى الديمقراطيه وعلى حقوق الانسان وعلى التشغيل هذا تبقى ما يجيكش ما نختلفوش فيهم ما يجيكش هو ما يجيكش هذا الحال يبقى هكا 12 سنه نحاولوا فيهم ما يجوش بحال يبقى هكا التشتت هذايا هو لصالح الغير التشتت هذايا هو لصالح الغير انا معاه قال زايد توحيد الصفوف في البلاد هذيا توحيد الصفوف من اجل الشعب المسكين من اجل الشعب المضطهد المحقور كلام